انتصارات المقاومة والجيش لا تزال لافتة الشهيد علي البزال مرفوعة أمام منزل أهله في البزالية في بعلبك منذ كانون الأول من العام 2014، ولا تزال دموع والدة شهيد قوى الأمن الداخلي لدى جبهة النصرة تذرف، فقلبها لم يرتح منذ رحيل فلذة كبدها. بدي أقول لهم انبسط يا ماما، في شباب هلأ عم تاخد لك حقك، وأني بهنيك يا علي وبهني هالشباب كل البجارد يا ماما، لأنهم كلهم قالوا حناخد حق علي البزال، وما أنا مدشين حق علي البزال لو بعد 100 سنة. وبتمنى بس من هالشباب البجردات اللي بيكمش بطاقية أماني بقلبه وبصدره، اللي بيكمش بطاقية بيسلمني إياه بإيده، بيسلمني إياه بإيده مي الطيب، بيسلمني إياه لأنه قلبه بدي شله إياه مثل ما شال قلب هالشباب. بدي ياخد حق ابني، العين بالعين والسن بالسن والبيدي أظلة، واني حقه حق ياخده، مش هلا بعد 100 سنة، بعد 40 سنة دمه ما بيروح ابني. هيك حال والدة شهيد معركة عرسال الأولى إبراهيم زهرمان ليس أفضل من حال والدة البزال، فالثأر مشترك والوجع واحد. اللي طار مع بطوئية ومع رئيس البلدية الله سبحانه وتعالى يحضيني فيه، انت أشرب من دم من أنا بدي أشرب من دم من مثل ما عملوا بابني بدي أعمل فيه. وبدي ناشد كل إنسان مسؤول يرد هالشباب اللي أخذيته هالكفار أخذوه يرد لأهله، هاللي قال يقتلون أخذوه لأهل. شو ده اليوم الغصة بقلبك بس عم تشوفي هيك رفقت ابنك هيك فوق عم بيناضله؟ عم احترق بنور، بضل بطلب بالليل وبنور، بصلي وبطلب، بنام وبطلب، وبعد وبطلب، والله موفق ينصر ان يمشي معهم ويكون بسعفتهم باذن الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يرحمك ويرحم جميع الشهداء اللي استشهدوا يا ماما، الله يرضى عليكم ويرحم جميع الشهداء ويصبر كل ام قلبها محروق. عندما يرتفع الشباب شهداء في سماء معركة في الجرود ضد إرهابيين أسروا جنود الوطن وأعدموا بعضهم، ترتفع المعنويات والإصرار على النصر مهما كانت الأثمان، فالغالي رحل. رشا الكرم، قناة الجديد.